أحسن الله إليكم. المرسلة ميم في سؤال آخر تقول: توضأت لصلاة المغرب، وبعد الانتهاء من الوضوء حصل لدي شك هل استنشقت أم لا، ولم أعد الوضوء بناء على القاعدة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، فصليت بذلك الوضوء المغرب والعشاء، فهل صلاتي صحيحة وبماذا توجهونني؟ أثابكم الله. صلاتك صحيحة إن شاء الله، وهذه القاعدة صحيحة مأخوذة من النصوص، فإن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها، لأنه يكون من الوسواس، ولو فتح الإنسان على نفسه هذا الباب لانفتح عليه شر كثير. فإذا فرغ من العبادة ولم يحصل عنده شك في أثنائها، وإنما حصل بعد الفراغ منها، فإنه لا يلتفت إليه. نعم.